هاي شفت تسولفون عليها بساحة التظاهرات مال محافظة النجف والعراق. خوش يصيحون جوكرية، هاي ارفع موبايل، هاي الجوكرية. لحد الآن 250 ألف وجبة محافظة النجف بس هذا الموكب مال هذول أخوتي يوميا يوزعون من 900 إلى 1000 و1100 و1200 اليوم الواحد، عائلة 1000 عائلة باليوم يطعمون عوائل متعففة، وهذا واجب الكل. شوف هاي الجوكرية اللي تحجون عليهم وطعنتوا بيهم، هاي الأبطال وشباب محافظة النجف، هاي قدامكم من الصبح لليل يشتغلون خدمتهم، الخدمة النجف وللعراق. منك على الرأس والله، رفعت رأس أخوتي. الله يحفظك، منك.